وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يهديه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم واجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم واجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم واجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم وألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم ارفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانا وأيدت سلطانا وبينت برهانا وقلت يا أعز من قائل سبحانه. فإذا قرناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأقصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يهديه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم فأوجب لنا به الشرف المزيد ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد. اجعلنا بتلاوته منتفعين وإلى خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع. اللهم فاغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين.
صياما وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت له زلله وإجرامه برحمتك يا رب العالمين. اللهم أختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل ما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فإنك يا ربنا قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ذات بينهم اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام واخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم أبدا ما أبقيتهم واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم وإنهم أصبحوا مرتهنين في تلك الحفر المظلمة لا يستطيعون زيادة من الحسنات ولا نقصا من السيئات فجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناد والتراب وحدنا. اللهم وآنس وحشتنا في القبور وارحم غربتنا يوم النشور وثبتنا يوم ينفخ في الصور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت نسألك توبة قبل الموت وهداية قبل الموت وراحة عند نزول الموت وهون علينا سكرات الموت برحمتك يا رب العالمين. اللهم واجعلنا من حزبك المفلحين يا ملجأ القاصدين يا أنيس الذاكرين يا من هو عند قلوب الضعفاء المنكسرين يا مجيب دعوة المضطرين اجعلنا من أهل جنات النعيم برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم
أسلمته أو هرب إليك فطردته. لا إله إلا أنت، نحن الفقراء إليك، بكينا بين يديك، جئناك نادمين معتذرين، جئناك تائبين، فاقبل عذرنا يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك سؤالا واحدا، نسألك رضا صدق الله العظيم، صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. صدق الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي الحليم، الحي الكريم، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. والحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. لك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم واجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم واجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأبصارنا
مخلصا وعن النار مخلصا اللهم وألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين اللهم ارفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر القرآن محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يهديه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم فأوجب لنا به الشرف المزيد ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد اجعلنا بتلاوته منتفعين وإلى خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجين اللهم فاغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا لسعة عفوك وجودك يا كريم اللهم واجعلنا ممن قبلت صيامه وأسعدته بطاعتك فاستعدت لما أمامه وغفرت له زلله وإجرامه برحمتك يا رب العالمين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل ما لنا إلى جناتك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك اللهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فإنك يا ربنا قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح ذات بينهم اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور اللهم وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم أبدا ما أبقيتهم واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك برحمتك يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم وإنا
في تلك الحفر المظلمة لا يستطيعون زيادة من الحسنات ولا نقصا من السيئات فجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم وآنس وحشتنا في القبور وارحم غربتنا يوم النشور وثبتنا يوم ينفخ في الصور برحمتك يا عزيز يا غفور اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت نسألك توبة وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ
جعل لكم من أشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. نعم نعم اها ها غسيبان السلام على المرسلين والحمد لله Thank you.
وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك
سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم أبدا ما أبقيتهم واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها. والشمس تجري مستقرها ذلك تقدير العزيز والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون. لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم إلا رحمة منا ومتاعا إليه. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وأطعموا إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم. ونفر في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم. إن أصحاب الجنة يوم في شغل هم وأزواج في ظلال على الأرائك لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب وامتاز يوم أيها ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو وأنيم دوني هذا سراط مستقيم أفلم تكونوا تعكروا هذه جهنم التي كنتم توعدون. اسرعوا اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا ومن يعمر النكس في الأرض فلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن لينذر من كان حيا ويحيك القوم على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الله إلا قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وموالنا وأهلنا أولادنا كل جن عطيتنا. اللهم اجعلنا إياه في كنافك وأمانك وجوارك وعياد من كل شيطان مريض وجبار عني وذي عين وذي بخ من شر كل شأنك على كل شيء كدر. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حكنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من مجبات النجاح
ما في الحال والماء انك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا والوالدين والاولادنا واصحابنا المشايخنا منافيك من اسنى الينا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصلي اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافيه السلامه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ثبنا مع حذف فضلك وجودك وكرمك على ما كان سورة ياسين. واوصل اللهم ثواب ذلك وثبتنا ثواب ذلك الى حضر سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم من عباد الله الصالحين والدينا اولادنا اخواننا خالاتنا اعمامنا احفادنا واجدادنا جداتنا مشايخنا معلمينا اخواتنا محابنا لنبينا ولابائنا ونرجو الحقوق على من ارسل فيكم ومن احاط بهجرك قلوبنا جميع المؤمنين ومن المؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اجعله فداء له من الناس اللهم اجعله فداء له من الناس اللهم أنت قريب من سيف؟ قريب. كم فينا تنام؟
دون نائمة دون نائمة الحمد لله.
voilà. Non, voilà. Alhamdulillah. Thank you.
Thank you.
Bueno, se acabó mi carnaina. Barga mama buti ya buti mama gazini yo ah balanga mi konje paka de notis zani sobe son kwanza o Basta, basta, basta. Eu vou tocar o cupê, eu vou anotar o sacita, eu vou tocar o dia.
abo rewasuli bo sa sita ngarjoka en direct bazimana jibaba ngenga rukupe obano hate sa sita rujoku se maitun de hono de msire abo harba sa sita era za hon komor de doka sa tsa ni ho faransa de rujoka en direct tsena kamobetsa abo zongwanza rendez-vous au midi.